جدا من لاعب في الدوري الامريكي، وبالتالي زي ما حضراتكم شفتوا الدوري الامريكي فيه شويه حاجات كده حلوه دايما، يعني بنحاول ان احنا نصطادها ونجيبها لحضراتكم سواء في وورلد سبورتس او في الاهلي الليله فقط الكره العالميه. وزي ما احنا شفنا مهاره في الام ال اس من كره القدم رجال، على الجانب الاخر كره القدم النسائيه يعني واحده من الرياضات اللي ممكن يكون مش بيتم متابعتها في مصر بشكل جيد، لكن في دوري الهواه او في الدوريات المختلفه لكره القدم النسائيه في بعض السيدات اللي عندهم مهارات عاليه جدا، يعني مش عايزين نقول لا تختلف عن الرجاله، علشان حضراتكم هتشوفوا دلوقتي وبتحكموا ان نفس اللي شفتوه من مهاره موجوده في دوري امريكي من دوري خاص بها الرجال موجود كمان في كره القدم النسائيه. اللي هتشوفه هنتابع بعد الفيديو ده وتقولوا لي ايه رايكم، وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم. ملعب توتنهام هوتسبيرز زي ما احنا عارفين ان كان فيه بعض التجديدات والاصلاحات وان الفريق بيلعب حاليا في نادي ويمبلي، لكن كل ممكن يكون نسي ان ملعب توتنهام اصلا بيتجدد او توتنهام عنده ملعب خاص بيه. ملعب توتنهام بقى واحد من اروع واحلى الملاعب اللي موجوده في انجلترا، في هتبقى في عام 2019، واعتقد ان احنا لما هنشوف مع بعض الملعب هنشوف قد ايه الملعب بقى مختلف تماما، اتجدد زي ما يكون حصل له تغيير كلي، ان الملعب اتبنى من جديد، مدرجات، كراسي، شكل، اضواء، ارضيه ملعب، ملعب فعلا يعني يستحقوا ان هم يستنوا الفتره اللي فاتت دي كلها علشان يرجعوا على ملعب من احلى الملاعب اللي هتكون موجوده في انجلترا، واللي مش هتقل عن ملعب الامارات الخاص بارسنال او ملعب الاتحاد لنادي مانشستر سيتي او حتى الاولد ترافورد لمانشستر يونايتد. فريق توتنهام فريق رائع جدا مع مدير فني محترم جدا. بالمناسبه يا جماعه ان بوكيتينو مدير الفني لنادي توتنهام عنده شرط جزائي في عقده 45 مليون باوند، وبالتالي هو رقم ده لو مانشستر يونايتد حابب ان هو يتعاقد مع بوكيتينو محتاج ان هو يكسر الرقم ده بالمبلغ ده. حد هيقول ده رقم كبير جدا، هقول له مورينيو لسه واخد شرط جزائي 20 مليون باوند، وبالتالي اللي هيدفع 20 مليون باوند لمدير فني تم اقالته او عايزين يقلوه مش هيستغلى 45 مليون للتعاقد مع مدير فني، وكمان اللي بيتعاقد مع لاعب زي بوجبا او زي لوكاكو ب 100 مليون مش هيستغلى مبلغ 45 مليون باوند علشان يتعاقد مع مدير فني. مدير فني يعني بناء فريق من اول وجديد وعوده الهيبه لنادي مانشستر يونايتد. لكن عايز اقول لحضراتكم على حاجه غريبه جدا في كره القدم، فعلا لما اللعيب يكون يعني او اللعيبه تكون في دماغها ان هي تمشي مدير فني بتمشيه. النهارده لعب مانشستر 5 أهداف مقابل لا شيء، او مقابل هدف اسف، في اول مباراه لسولسكاير مع الفريق. سولسكاير كان مدير فني فريق الشباب، وبالتالي 5-1 بنفس اللعيبه بيرت، لكن اللي اختلف هو المدير الفني، اللي اختلف الروح الجديده للفريق، اللي اختلف المعامله السيئه اللي كان بيتلقاها لاعبي فريق مانشستر من مورينيو. دلوقتي سولسكار جه غير كل الدنيا دي كلها، وبالتالي فعلا كره القدم لما اللعيبه تتفق على حاجه يعني ربنا يحفظنا. المدير الفني ان هو يكون صاحب شخصيه قويه جدا، وفي نفس الوقت اللعيبه تقتنع بيه علشان تنفذ المطلوب منها داخل الملعب. اخيرا اخر فيديو معانا، ولد صغير بيلعب في اكاديميه ارسنال بيسالوه مين هو لاعبك المفضل، لاعبه المفضل قال مسعود اوزيل، وبيسالوه كمان تعمل ايه لو شفت مسعود اوزيل دلوقتي، رده هيكون ايه؟ هنشوف ونرجع نكمل لحضراتكم. How they have patience in a way, but most of all, I love their players. They're all just amazing. Yeah, sounds good. And who do you reckon your favourite player is? My favourite player has to be Ozil.
He's just such a cool player. Even though I play defence, he's always inspired me to just use skill. And what would you do if you were to like meet Mesut Ozil? How would that make you feel? Extremely happy. That would make my day and other days. Why don't you turn around? Hello! Give me a talk. How are you? I'm good. How do you feel? My name is Kayan. Nice to meet you. Hi. I'm just... I'm dreaming. وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة اليوم من الأهلي الليلة. استمتعت جدا بوجودي مع حضراتكم، وإن شاء الله زي ما حضراتكم يعني متعودين بكرة هنكون موجودين معاكم في نفس الميعاد الساعة 7 على قناة النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة العودة الأفريقية ضد فريق جيما أبا جفارة الإثيوبي، وإن شاء الله يعود منصور من إثيوبيا. نشوفكم دايما على خير، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.